اهلا بيكم في حلقه جديده. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الاعراض اللي بتعرفنا ان ممكن يكون في مشكله في الكلى، واتكلمنا عن اهم 4 تحاليل بتقيس كفاءه الكلى، وعرفنا ايه هما البولينا والكرياتينين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن 6 حاجات غلط احنا ممكن نكون بنعملها واحنا مش واخدين بالنا، بتاثر جدا جدا على الكلى. ولو مرضى الكلى اخدوا بالهم من الحاجات دي بالاضافه للعلاج اللي الدكتور بيكتبه لهم، ان شاء الله هيلاحظوا تحسن كبير في نتائج التحاليل بتاعتهم بعد كده. يلا بينا نبدا حلقتنا. اول حاجه تناول البروتين. مشكلة مرضى الكلى ان البولينا والكرياتين في تحاليلهم بتطلع عاليه. طب تعرفوا ان نتيجه هضم البروتين اصلا خصوصا اللحوم الحمراء هو بولينا وكرياتين؟ طيب لما يبقى في مريض كلى البولينا والكرياتين بتوعه عاليين اصلا، لما يجي ياكل بروتين بقى بولينا والكرياتين في دمه هتزيد اكتر، يبقى كده هو بيحمل على الكلى مجهود اعلى. لكن لو قلل شويه في اكل البروتين فده ان شاء الله هيقلل البولينا والكرياتين في دمه، ومع الوقت ان شاء الله ومع العلاج النسبه باذن الله هتقل. تاني حاجه شرب الميه. انتوا عارفين في جزء كبير قوي من المواد الضاره اللي موجوده في الجسم الكلى مسؤوله عن ان هي تخلص منها. المواد الضاره اللي موجوده في الجسم دي محتاجه حاجه تدوب فيها، محتاجه ميه او سوائل تدوب فيها، علشان لما توصل للكلى يبقى سهل انها تتفلتر وتطلع من المسام الصغيره قوي بتاعه الكلى. فشرب الميه بيخلصنا بسهوله من المواد الضاره اللي موجوده في جسمنا، لان كل المواد بتدوب في الميه وبيبقى بسهوله ان الجسم يتخلص منها. احنا ممكن نتجنب مشاكل كتير قوي ممكن تحصل في الكلى لو اخذنا بالنا من شرب الميه على مدار اليوم. تالت حاجه هي المسكنات ومضادات الالتهاب. احنا تعودنا مع اي صداع بسيط بناخد مسكنات من غير ما نستشير الدكتور، وفي ناس فعلا بتاخد كميات كبيره من المسكنات وهي مش واخده بالها ان المسكنات دي فعلا مؤذيه للكلى. اي حاجه احنا بناخدها بتعدي على الكلى، عشان الكلى هي اللي بتفلتر اي ماده ضاره احنا بناخدها. وطبعا المسكنات ومضادات الالتهاب دي اكيد فيها مواد ضاره، دي كلها مواد كيماويه، يعني لو حد اخد مسكنات وراح حل وظائف الكلى ممكن يلاقي نتائج التحاليل بتاعته عاليه. ما بالكم بقى بمرضى الكلى اللي هم اصلا نتائج التحاليل بتاعتهم عاليه. يا ريت يوقفوا خالص المسكنات، ما ياخدوش مسكنات خالص ولا مضادات التهاب غير لما يستشيروا الدكتور. رابع حاجة هي المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الكرياتين. الرياضيين اللي بيلعبوا جيم بيبقوا محتاجين ان العضلات بتاعتهم تبقى قوية، فبياخدوا مكملات غذائية علشان تساعدهم ان عضلاتهم تقوى. في نوع من المكملات ديت في مادة اسمها الكرياتين. الكرياتين دي المفروض ان هي بتعزز اداء العضلات وتحسن من ادائها، بس المشكلة ان الكرياتين ده في الجسم بيتحول لكرياتينين، والكرياتينين ده احنا عارفين ان هو مادة ضارة وبتأذي الكلى وهي بسبب كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ومرضى الكلى مش بيعرفوا يتخلصوا منه وبيتراكم في الدم. فالرياضيين اللي بياخدوا مكملات غذائية ياخدوا بالهم من مادة الكرياتين، ودايما يعملوا تشيك اب كده على وظائف الكلى بتاعتهم انها ان شاء الله تكون كويسة. اللي مشافش الحلقة اللي فاتت يا ريت يشوفها، لان الحلقة دي مبنية على الحلقة اللي فاتت. خامس حاجة تناول الألياف. في دراسة أثبتت إن تناول الألياف بتساعد الجسم على التخلص من الكرياتينين. طب الألياف دي موجودة في إيه؟ الألياف دي موجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. يعني لو مريض الكلى قلل شوية من البروتين وبدأ يزود من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، إن شاء الله نتائج التحليل بتاعته هتتحسن كتير. سادس حاجة هو التدخين والكحوليات. طبعا التدخين تأثيره ضار على الجسم كله، بس بالنسبة للكلى كمان تأثيره بيبقى كبير. ليه؟ لأن هي المسؤولة عن تخليص الجسم من السموم، وطبعا التدخين والكحوليات هي اصلا سموم، فمع الوقت التدخين والكحوليات بيزودوا احتماليه الاصابه بامراض الكلى المزمنه اللي بيكون من الصعب الشفاء منها بعد كده. وبكده نكون اتكلمنا عن 6 عوامل مهمه جدا للكلى، اللي عندهم كلى ياخدوا بالهم منها ان شاء الله نتائجهم هتتحسن كتير باذن الله مع العلاج اللي الدكتور كاتبه، واللي ما عندهمش مشاكل في الكلى ياخدوا بالهم برده من الحاجات دي عشان يحافظوا على الكلى بتاعتهم سليمه طول العمر ان شاء الله. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن النقرس لان برده ليه علاقه بالكلى. اللي حابب يتابع معانا يشترك في القناه ويدوس على زر الجرس عشان توصلوا الفيديوهات اول باول. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.